بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 50 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. نستفتح هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يسأل عن تفسير الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون، هذه في المرتد الذي كفر بعد إسلامه، فإذا ارتد وتاب إلى الله تاب الله عليه. وأما إذا كرر الردة، يعني ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب، هذا لا تقبل توبته. ومن هنا قال العلماء: لا تقبل توبة من تكررت ردته. استدلوا بهذه الآية الكريمة لأن هذا يصبح مستهترا بدينه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول لي مجموعة من الأولاد والبنات: وقد أسميت هؤلاء البنات والأولاد بأسماء القرآن، هل في ذلك بأس؟ لا داعي لهذا التكلف، كيف أسماء القرآن؟ ما بين ما هي الأسماء التي سماهم بها من أسماء القرآن. لا، يعني الألفاظ. الألفاظ، بألفاظ القرآن لا بأس، إلا ما لا يصلح لهن مثل تسميتها ملاك، الملاك يعني ملك من الملائكة، أو تسميتها باسم ذكر، لا يجوز هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الشيخ بأنه شاب شتم والده في حالة غضب وندم كثيرا، وحاول معه مع الوالد أن يبيحه ويسامحه، لكن الوالد للأسف الشديد لم يستطع أن يسامحه. يقول: هل لي توبة في ذلك؟ نعم، التوبة إن شاء الله مقبولة، لكن يبقى حق الوالد، لأن هذا حق مخلوق. توبة تقبل فيما بينك وبين الله، لكن ما بينك وبين الوالد هذا حق مخلوق، لا يسقط إلا إذا أسقطه وسمح به. نعم. هذا يسأل أي شيخ بالنسبة للترتيب في جمع التأخير مثل العصر والظهر، هل يجب الترتيب؟ نعم، لابد من الترتيب، تصلى الأولى مثل الظهر تصلى قبل العصر، كذلك المغرب تصلى قبل العشاء الجمع. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة إذا احتاجت المسجد وهي حائض، هل تدخل إلى هذا المسجد مثلا للانتظار لزوجها، أو جاءها شيء ودخلت المسجد وهي حائض؟ لا يجوز للمرأة أن تبقى في المسجد الحائض، الحائض لا تبقى في المسجد، ولا الجنب، لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني مرور فقط. يجوز للحائض أن تمر في مع المسجد بطريقها وتخرج، يجوز لها أن تدخل المسجد لأخذ حاجة من المسجد وترجع بها، لا بأس بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض: ناوليني الخمرة من المسجد. أما أنها تجلس في المسجد هذا أمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: من الله علي ولله الحمد، وتيسر عندي مال، وأردت أن أطبع بعض الكتيبات التي تدعو الناس إلى الدخول في هذا الإسلام، وذلك باللغات الأجنبية، ويكون ذلك من زكاة مالي. لا، من الزكاة لا، الزكاة تصرف في المصارف المنصوص عليها في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، الله عليم حكيم. لا يجوز إخراجها عن هذه المصارف الثمانية، لا لطبع الكتب ولا لبناء المساجد والمدارس ولا غير ذلك من وجوه الإحسان، إنما تمول هذه المشاريع من التبرعات، تمول من التبرعات
ولا تمول من الزكاة. نعم. يقول: ثناء الناس بعد الانتهاء من عمل صالح قمت به وكذلك العجب بالعمل الصالح، هل هناك فرق بينهما وهل ينقص من أجري عند الثناء؟ العجب يبطل العمل، إذا أعجبت بعملك هذا يبطله والعياذ بالله، وكذلك محبة ثناء الناس، إذا عملته لأجل ثناء الناس فإن هذا يبطل العمل لأن هذا رياء، وأما إذا عملته خالصا لله وأثنى عليك الناس بذلك من دون أن تتطلع لذلك أو تقصد هذا، فهذا من عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العالم الذي يدرس عنده التلاميذ ويربيهم على العمل الصالح والعلم النافع، هل يدخل في قول الله تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ هذا خاص بالوالدين، ولكن المعلم الصالح له أجر التعليم، نشر العلم، وفي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تعليم العلم النافع هذا من نشر العلم، والذي يبقى بعد موت الإنسان المعلم يبقى له هذا الأجر والثواب ما دام يعمل بعلمه وينتفع بعلمه. نعم. يقول: هل يشرع للإنسان إذا سمع كلاما يخل بالعقيدة أن يقول رضيت بالله ربا، خاصة إذا كان مما يتعلق بالله جل وعلا؟ ما يكفي هذا، لابد أن ينكر على المتكلم بكلام يخل بالعقيدة ويبين له خطأه ولا يسكت على هذا، ولا تبرأ ذمته إذا كان يقدر على البيان والإنكار، فلا تبرأ ذمته إلا بذلك. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا أصلي في الروضة في المقدمة في المسجد، وبعد أن يسلم الإمام أرجع إلى الصف الثاني لأن هناك جدار أو سارية أتركأ عليها وأقوم بالتسبيح والذكر المشروع. لا بأس بذلك، لأنك انصرفت من الصلاة، لك أن تذهب إلى مؤخرة المسجد أو إلى جدار في أي مكان وتتكي عليه، لا بأس بذلك. نعم. يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق أمته بعد وفاته، نأمل من فضيلتكم بيان ذلك. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرق كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا إخبار معناه التحذير عند حدوث الافتراق، أن نلزم مذهب السلف الصالح الماشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. تقول الأخت: ما الضابط في صلاة المرأة إذا كانت البنت الصغيرة تمر من دونها وهي تصلي حفظكم الله أو من أمامها؟ لا يضرها ذلك، الصغير والطفل لا يضر، لأنه لا يمكن ضبطه. نعم. هذا سائل الشيخ صالح يقول: ما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهل هو يزيد وينقص، وما مثال ذلك؟ نعم، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ودليل زيادته: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالإيمان يزيد. وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، دل هذه الأدلة وأمثالها على زيادة الإيمان. وكذلك الإيمان ينقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، وهذا معنى الزيادة والنقصان. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا. في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فدل على أنه ينقص حتى يصبح وزن حبة الخردل. وفي الحديث: أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سائل يقول: رجل منذ سنوات وهو الحقيقة صابر على ذلك، يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل، وهو خائف، مع أن هذا الإنسان يعني محتسب وصابر ويؤدي الصلوات في أوقاتها. يستعيذ بالله من الشيطان، كل ما حدث له وسواس أو طواري في
فكره سيئة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليطرد الله عنه عدوه للاستعاذة، يلتزم هذه الكلمة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك لا يلتفت إلى هذا الوسواس ولا يهتم به، بل يرفضه ولا يحتفل به أو يهتم به أو يخاف منه إذا لم يتكلم أو يعمل. إن الله تجاوز لي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما لم تتكلم أو تعمل، يعني تتكلم بالباطل أو تعمل به. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ صالح، ما هي صور الإحسان المتعددة؟ صور الإحسان لا تعد. الإحسان معناه الإتقان، وقد بين صلى الله عليه وسلم معناه فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أعطيت شخصا من المال وقلت له: إذا أتيت بالسلعة الفلانية من ذلك المحل فسأشتريها منك، هل يصح فعلي؟ نعم، يصح فعله أن تطلب منه إحضار السلعة الفلانية لتشتريها منه، وإذا أحضرها فلا يلزمك أن تشتريها إذا لم تصلح لك. نعم. يقول السائل: يا شيخ، بالنسبة للدعاء بالاستفتاح لصلاة الليل، هل يقال في الركعتين الخفيفتين أو في بداية قيام الليل؟ يقال في بداية القيام، في بداية قيام الليل، والركعتان الخفيفتان من قيام الليل، وهما أول قيام الليل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا فضيلة الشيخ سائل سوداني ومقيم بالرياض، يقول: أسمع من بعض الناس بأن هناك صلاة تسمى صلاة الفدية أو الهداية، وصلاة التسابيح، وصلاة قبل الصلاة على الميت، هل هذه الصلوات مشروعة؟ هذه بدع كلها ولا أصل لها، وليس هناك صلاة قبل الصلاة على الميت، إنما هي صلاة الميت فقط، لكن قد يصلون الفريضة أولا ثم يصلون على الميت كما هو الشان في المساجد الآن. نعم. هذه الأخت السائلة أم سامر تقول: بالنسبة للمرأة عند اغتسالها من الجنابة، هل تغسل الجسم دون الشعر أن يعني يأتيه الماء؟ لا بد أن تروي شعرها بالماء، وتبدأ بشعرها وتغسله وترويه بالماء، ثم تغسل بقية جسمها. نعم. هذا يسأل يا شيخ، يقول: ما الأحكام المتعلقة بالنسبة لنزول المطر من جمع الصلوات، لأن البعض يسارع في الجمع عند نزول قطرات من المطر؟ لا يجوز الجمع، إنما يباح في حالة غزارة المطر الذي يبل الثياب يتأذى بذلك، أو يكون الطريق بعد المطر فيه وحل وفيه طين وماء ويشق عليه الخوض في هذا الوحل، في هاتين الحالتين يجمع بين صلاتين فقط، المغرب والعشاء. نعم. يسأل هذا أيضا يا فضيلة الشيخ عن صيام المحرم وماذا ورد فيه؟ نعم، في الحديث الصحيح: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكده عاشر والتاسع، يعني تصوم يوم قبله، عاشر الذي هو يوم عاشورة، وتصوم قبله يوم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة لليهود. نعم. وبالنسبة لقيام الخامس عشر من أو النصف من شعبان، هل ورد فيه شيء؟ لا دليل على ذلك، وهذا بدعة، لا دليل على تخصيص ليلة النصف من شعبان، ولكن من كان له قيام يقومه في سائر الشهر فإنه يقوم ليلة النصف من شعبان تبعا لغيرها من الليالي، أما أن يخصها فهذا بدعة. نعم. إذا اضطرت المرأة للسفر بدون محرم بالطائرة مع مجموعة من النساء، هل تسافر؟ لا ضرورة في هذا، يأتي محرمها ويسافر معها، ولا تسافر بالطائرة ولا بغيرها مع مجموعة من النساء، هن بحاجة إلى محارم، فكيف يكون المجموعة محرما للمرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا حديث عام في الأحوال والأزمان إلى أن تقوم الساعة. نعم. يسأل يا شيخ: ما معنى حديث اتقوا الملاعن الثلاث، وما المقصود بالملاعن؟ قارعة الطريق، ومشرعة المياه، والظل الذي يجلس فيه الناس تحتاجون إلى الجلوس فيه. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ، إذا كان الإنسان صائم وعند أذان المغرب، هل له أن يرفع يديه بالدعاء أم الأفضل أن يردد مع المؤذن ثم يدعو؟ نعم، يجمع بين الأمرين، يتابع المؤذن ويدعو عند الإفطار. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن مسابقة الإمام في الصلاة، لأننا نلاحظ بعض الشباب يركعون قبل إمامهم. المسابقة في الصلاة تبطلها إذا تعمدها الإنسان، إذا ركع قبله أو سجد قبله متعمدا، إنها لا تصح صلاته،
أما إذا فعل هذا غير متعمد، إنما هو ناسي أو غافل، فإن الواجب عليه أن يعود ويأتي بعد الإمام، أن يعود إلى الركوع ويرفع بعد الإمام، وعليه أن يتابع الإمام قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد، إلى آخر الحديث. فتأتي أفعال المأموم بعد أفعال الإمام. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. من يشق عليه وضع الجبهة على الأرض، هل يضع كفيه ويكفي أم لا بد من ملامسة الجبهة لموضع السجود؟ لا، ما يضع يديه تحت جبهته، لأن هذا يختصر عليه الأعضاء. الواجب أن يسجد على 7 أعضاء. إذا شق عليه السجود على الأرض يجعل فراشا أو واقيا دون الأرض من شوك أو حرارة أو حصى أو غير ذلك. نعم. العذر بالجهل، هذه العبارة فضيلة الشيخ، ما المقصود منها؟ مقصود الجهل الذي لا يمكن إزالته، يعيش في مكان ليس عنده من يعلمه ولا من يسأله، هذا هو الذي يعذر بالجهل. أما الذي يعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين، يسمع البرامج التي تذاع وتنشر، يقرأ الكتب، هذا لا يعذر بالجهل، خصوصا في أمر العقيدة. إنما يعذر بالجهل في حالتين: الحالة الأولى إذا لم يكن عنده من يبين له، الحالة الثانية في الأمور الخفية التي تحتاج إلى أهل العلم، الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان أهل العلم. نعم. يقول هذا فضيلة الشيخ: لعل الشيخ يوجه كلمة لأولئك الكفلاء، لأولئك الذين لديهم عمال يشتغلون ويتأخرون في دفع رواتب عمالهم وخدمهم، وذلك لمدة أكثر من 4 شهور، مع أن هذا العامل يحتاج لمصاريف وأيضا لأولاده وأهله. هذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. يبادر بإعطائه الأجرة لأنه ما اشتغل إلا لحاجة، يريد أن يدفع حاجته، كيف تحبس عنه مستحقاته وهو يحتاجها لنفسه ولأولاده أو لديون عليه تحبسها عنه وقد استحقها عليه؟ هذا حرام على المستاجر. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ يسأل ويقول: متى تكتب الوصية، وهل تكتب في المحكمة أو يحررها الإنسان في حياته؟ اليوم لابد من المحاكم، لابد أن تحرر في المحاكم، يكون هذا أضبط وأثبت لها. نعم. بالنسبة للوتر، مع ترك الوتر مع القدرة عليه، إذا اكتفى الإنسان بصلاة العشاء ثم صلى 2 ركعة وذهب للبيت، الوتر سنة مؤكدة، أو العلماء يرى أنه واجب، فلا ينبغي تركه، والمداومة على تركه. نعم. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأبو علي، يقول: يردد بعض العامة عن إنزالة البيت متى تكون، فبعض الناس حالما ينتهي البيت من العمار يذبح هذا الخروف أو هذا أو شيئا من الغنم، هل ورد في ذلك شيء؟ نعم، هذا من العادات الطيبة، يعني ذبح أو عمل الوليمة للبيت الجديد، هذا من العادات الطيبة ومن الكرم، ولا محذور فيه، بل هو من شيم المسلمين. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.